شيخ عفو الله عنك. نعم. حكم رسم كأنه يمثل الجنة. ما حكم رسم بستان مثلا؟ رسم. اي نعم. بستان كأنه يمثل الجنة. نعم. ونار كأنها تمثل النار يعني. هذا لا يجوز. لأننا لا نعلم كيفية ذلك. كما قال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولا نعلم كيفية النار. هي فضلت على نار الدنيا بتسع وستين جزءا، نار الدنيا كلها بما فيها النار الغليظة كنار الغاز وغيره ومنه أشد. فهل أحد يستطيع أن يمثل النار؟ لا أحد يستطيع. ولهذا بلغ من يفعل ذلك أن هذا حرام. ومع الأسف الشديد أن الناس الآن بدأوا يجعلون الأمور الأخروية كأنها أمور حسية مشاهدة. رأيت ورقة مكتوب فيها تنقلات مربعات كذا، الموت خط مربع آخر، القبر خط مربع آخر، القيامة وهكذا. هذا كأنه صور ما بعد الموت خطوط ومربعات هندسية، جرأة عظيمة والعياذ بالله. ثم يقال: ما الذي أدراك أن هذا بعد هذا؟ نحن نعلم أن القبر بعد الحياة الدنيا وأن البعث بعد القبر، لكن تفاصيل ما يكون يوم القيامة من الحساب والموازين وغير ذلك من يعلم الترتيب؟ لكن هذه جرأة عظيمة. ولا غريب أن هذه الورقة توزع، لكن من جملة ما يوزع الآن على الناس من الأوراق المكتوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام. فيجب الحذر والتحذير من هذه الأوراق.